اللاعب تارك تشميدال بديل في شوط المباراة الثاني. روبرتو مانشيني راح يروح لانتر ميلان. جوفان يدور ويفتش عن اول اهدافه في هذه المواجهة. مرور جيد من اللاعب يوفيتش، لاعب يرسل الكرة ومقطوعة على طول ترسل من يوفيتش، ملعوبة ناحية اليمين، كرة خطرة بحول مور، بحول مور، بمور، بمور، مشاركة من تشولاك يرسل الكرة، هجمة معاكسة تأتي سريعة ويحرك اللاعب جوان جيسوس. جيسوس يهدي والكرة ما زالت معاه في النص، يرسلها في ارتباك أيضا في عملية إرسال إلى هيرنانيز. هيرنانيز في مواجهة دفاعية لأدين أولكان، أدين يلعبها بينية ويحاول يعديها وتمر لك المحاولة بروزيفيتش ما تمر، تعود الكرة اللاعب خيسون موريو بيلعبها، ترسل مرة ثانية بتمر بيلعب إلى اللاعب البديل هو فيدريكو دي ماركو. دي ماركو كرة ملعوبة ومرور لمسة حلوة دي ماركو، واللمسات السريعة هذه اللي ممكن تربك جلفس رايت، مركز خاطئ في هذه المنطقة. مطلوب لاعب شويت يصطاد الإبعادات الخاطئة والتصير إلى بروزيفيتش بيلعبها في مكان جيد ليوفيتش، ترسل الكرة فريق الإنتر لا يبدو لأنها سريعة، لكن هنا ترسل وحيد 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 وين وين وين